هذه الشيلة من كلمات الشاعرة أم عيدة زهراني. أبدأ بذكر الله أول قبل بدعة العلوم، يرضي نفوسنا رضا الرحمن مطلوبها. يا مرحبا عندي قوم يحفظ ناسلوم، على الكرم والمبادي دايم اسلوبها. راشد يرحب أبو راشد وجمع العموم، خليفة أحمد عمر بالجود يا طيبها. وصيتهم من ورا سطح القمر والنجوم، مذاهب طيبة والناس تدريبها. يا مرحبا حصريا من على استوديو شيخة الكبيرة. يا مرحبا يا بني مالك رجال انقروا، عند الذي جايب الجودة مكاسبها. ترحيبة من دول زهران قوم العزوم، من اصغر اطفالها الاكبر مناصيبها. خذوا من المرجلة من عاليات القسوم، سهوم يوم العدو يشكي مضاريبها. ترحيبة رجال ما تكسر مواجبها. بني سوادة صقور في سماها تحوم، عدوهم تنتزع روحه مخاليبها. أميرهم ساعد الطيار سيفا حسوم، تدريبها الناس شرق الأرض وجنوبها. يا مرحبا باسم شيخ للجمايل عزوم، محمد عبد الله القالات ناشيبها. يا مرحبا يرجعون الخصوم، شجاعة في وريد الدم وحصريا فقط وحصريا على استوديو شيخة الأمير. على المختار مصيبها، ابدا بذكر الله اول قبل بدعة العلوم، يرضي نفوسنا رضا الرحمن مطلوبها. يا مرحبا عندي قوم يحفظ ناسلهم، على الكرم والمبادي دايم اسلوبها. يرحب أبو راشد وجمع العموم، خليفة أحمد عمر بالجود يا طيبها. وصيتهم من ورا سطح القمر والنجوم، مذاهب طيبة والناس تدريبها. يا مرحبا عند بشعت فروق الغيوم، من نوة تسقى يرضى الله مشاريبها. يا مرحبا يا بني مالك رجال انقروا، عند الذي جايب الجودة مكاسبها. ترحيبة من دول زهران قوم العزوم، فقط وحصريا فقط وحصريا على استوديو شيخة الأمير. سهوم يوم العدو يشكي مضاريبها. يا مرحبا مرحبا بوصولكم والقدوم، ترحيبة رجال ما تكسر مواجبها. بني سوادة صقور في سماها تحوم، عدوهم تنتزع روحه مخاليبها. أميرهم ساعد الطيار سيفا حسوم، تدريبها الناس شرق الأرض وجنوبها. يا مرحبا باسم شيخ للجمايل عزوم، محمد عبد الله القالات ناشيبها.